بعض عالمه افتراضي، بينما يتأهب هو ليعيش عالمه افتراضي كله، فذلك حقه وتلك مكتسباته. فإذا وقفنا على ذلك وما أقالنا إلا الموافقين، فالتكبر من التحيه مجددا في هذا المؤتمر العجيب الذي تشرف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافية السوء باستضافته. للتنمية المستدامة اللي تنظمها السنة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، هي تظاهرة علمية مرموقة تجمع أخصائيين باحثين أساتذة جامعيين وكذلك دكاترة أو طلبة دكاترة بصفة الدكتوراه لتقديم نتائج بحوثهم وكذلك للنقاش وتبادل الأفكار حول هذه التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقاتها في مختلف الميادين كميدان الصناعي، ميدان الفلاحة، ميدان الصحة، ميدان كذلك التعليم وغيرها. المؤسسة كمؤسسة جامعية ومهتمة بتكوين المهندسين والباحثين، الهدف ديالنا اليوم هو كذلك الخلق فرصة بالنسبة للباحثين المغاربة باش يخلقوا شراكات تعاون مع باحثين ونظرائهم ينتمون إلى جامعات اللي هي معظمها جامعات مرموقة وعندها صيت عالمي في هذه الميادين البحثية المتخصصة اللي عندها علاقات مع الأنظمة الذكية والتكنولوجيات الحديثة، وكذلك هي مسمى المؤسسة باش نكونوا باحثين مغاربة في مستوى عالي، وكذلك عنده هذا الشيء كله انعكاسات على تكوين المهندسين باش يمكن لهم يساهموا في تنمية البلاد في المجالات اللي تكلمت عليها بالخصوص مازال الصناعي، مازال الصحي وغيرها. شكرا. شكرا. نحن جد سعداء بأن تنظم هذه النسخة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة وأن نكون جندا مجندين من أجل تنزيل برنامج التنموي الجديد من خلال ورشة هذا المؤتمر. يعد هذا المؤتمر من بين المؤتمرات الدولية الناجحة على الصعيد المحلي وأيضا الدولي، ويستقطب أكزيد من 250 طالبا باحثا في شتى المجالات وأكثر من 150 طالب متدرب في مجال التنمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وتبقى هذه الفرصة فرصة مناسبة لكل الطلبة والأساتذة والإداريين والمسؤولين على أن تكون خطوة لانفتاح على المجال السوسيو-اقتصادي والتنمية الاجتماعية. يأمل المؤتمر أيضا من خلال ورشاته أيضا أن تكون هناك حلقة وصل ما بين الطلبة والأساتذة الجامعيين على الصعيد المحلي وأيضا على الصعيد الدولي، وأيضا دفع بعجلة التطور عبر مشاريع التنمية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. ونأمل إن شاء الله أن تكون هذه الدورة كدوراتها السابقة في مجال يعني في انفتاح على جامعات أخرى خصوصا في العالم العربي، العالم الإسلامي والقارة الإفريقية، من أجل تنظيم النسخة المقبلة الخامسة في دولة تكون من بين الدول التي تربطنا معهم علاقات في مجال البحث العلمي وأيضا التواصل.